نريد بداية أن تعطينا أهم النقاط الرئيسية في الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كما ذكرنا تحت عنوان تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى. والدراسة جاءت بطلب من مجلس المستشارين موجه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والإحالة هذه تتضمن سؤالين. السؤال الأول يتعلق بالتعريف وبتحديد الطبقة الوسطى، والسؤال الثاني يتعلق بوسائل وسبل توسيع وتعزيز الطبقة الوسطى. فيما يتعلق بالتعريف، يعني كما قلت مع الأسف جل المؤسسات الإحصائية في جل البلدان اعتمدت وصفا إحصائيا محضا، ويعني تعرف الطبقة الوسطى بالناس الموجودين بين عتبة محددة نسبة إلى الوسط، لاميديان. الوسط هو الدخل اللي 50% من السكان عندهم دخل أكبر من الوسط، و 50% عندهم أقل من الوسط. نعم، هل في المغرب يعني تقريبا هناك محددات لحجم الدخل لدى هذه الفئة؟ نعرف أن الدخل الوطني للفرد في السنة هو أكثر من 3000 دولار تقريبا، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار القدرة الشرائية فهذا القدر يصل إلى 7000 دولار، ويصنف المغرب بذلك من البلدان النامية، لأن كل البلدان التي دخلها للفرد في السنة يقل عن 10000 دولار فهي من البلدان النامية وليست من البلدان المتقدمة. وكلما صرنا دولة صاعدة كلما ارتفع الدخل الفردي في السنة إلى درجات تفوت 10000 دولار. ولكن المؤشر المعتمد من لدن المندوبية السامية للتخطيط ليس هو الدخل، لأن الإحصائيات أو المعطيات المتعلقة بالدخل غير متوفرة وغير كاملة في المغرب. فالذي يعتمد بالنسبة لمجموعة من الاقتصادات كالاقتصاد غير المهيكل والدخل كذلك غير المأجورين. نعم. فالمؤشر المعتمد من لدن المندوبية السامية للتخطيط كما هو الحال في جميع البلدان النامية، هو المؤشر هو نفقات الاستهلاك للأسر. الطبقة الوسطى حسب تعريف المندوبية السامية للتخطيط توجد بين مؤشرين أو العتبة السفلى التي هي 2800 دولار أو 800 درهم عفوا للفرد، وبين السقف هو 8736 درهم. هذا هو التعريف عند المندوبية السامية للتخطيط. هي المندوبية السامية للتخطيط خدات كعتبة 0.75% من الوسط، 0.75% من الوسط، هذه هي العتبة السفلى. العتبة العليا هي 2.5 مرة الوسط أو 250% من الوسط. هذا هو السقف للطبقة الوسطى. وبطبيعة الحال هاد المؤشرين العتبة والسقف يعطينا طبقة وسطى في المغرب تمثل 58 أو 59% من السكان.